المعلومات كانت كتير جدا بشكل في كل جمهورية مصر العربية، معلومات كانت بتوصل كل دقيقة والتانية، عن تسرب عناصر مسلحة، عن وجود مخازن سلاح فين، عن تحركات عناصر مسلحة، عن استئجار شقق في بعض الأماكن القريبة من أماكن الاعتصامات، يعني منطقة بتاعت روكسي دي اللي كانت حوالين قصر الرئاسة، عدد شقق مهول تم استئجاره من عناصر التنظيم لحماية مرسي قبل البيان بقى 3/7 والكلام ده. خطوط السير اللي كان مرسي بيتحرك فيها كان بيبقى فيها عناصر مسلحة موجودة في خطوط السير ده، معلومات كتير جدا 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 يعني. لكن في خلاصة هذه المعلومات ان كان في استعداد للتدخل الخشن ضد المتظاهرين، هو ده خلاصة المعلومات اللي كانت موجودة. طبعا سينا، خد بال حضرتك، سينا من قبل 2011 وهي سينا فيها مشاكل، يعني خلينا نتكلم بشكل يعني شوية، سينا فيها مشاكل من قبل 2011، مش 2011. 2011 طبعا بينت للدولة او اظهرت للمواطن العادي بعد الاجتياح اللي حصل من العناصر الحماس وعبور الانفاق والكلام الفوضى اللي حصلت في بعد يناير 11، بينت للناس قد ايه الوضع خطير موجود. قبل 11 ما كانش بالخطورة دي طبعا، ولا كان بالكثافة دي، كان في سيطرة امنية لحد كبير لكن ابتعاد الدولة عن التنمية في سيناء لسنوات طويلة جدا الحقيقة هو السبب الاساسي فيما حدث في سيناء وفيما ممكن يحصل في اي وقت، طول ما مفيش بيئة الحضنة للارهاب او البيئة الحضنة لنشأة عناصر تعتنق افكار متطرفة موجودة في سيناء هيحصل الكلام ده. عشان كده لما قلنا ان احنا وجهنا لسيناء 300 مليار استثمارات، اتكلم فيها يمكن سيادة الرئيس في اكتر من مناسبة، بعض الناس يقول لك 300 مليار يروحوا سيناء. ايوه، هي الموضوع مش ان هي الموضوع مش ان انا ودي استثمارات فبعمل طرق وكباري وزي ما بعض الناس السطحيين شويه بيتكلموا في المساله دي، الموضوع مش ان انا اعمل طرق وكباري ومواسير، لا، مش كده. قصه ان انا بعمل تنميه واستثمار علشان طول ما انا عندي بيئه حضنه ممكن ينشا منها الارهاب هيفضل عندي تهديد، فانا طول ما انا بعمل تنميه في الاماكن دي فانا بخفف الاحوال اللي ممكن ينشا منها ارهاب في المستقبل. انا مش القصد ان انا مش بقضي على الارهاب الحالي واجل المشاكل للاجيال القادمه، القصد ان انا بقضي على الارهاب الحالي وبهيئ الارض للاجيال القادمه ان يكون عندها بيئه صالحه، تقدر المجتمع يقدر ينمو في هذه البيئه الصالحه.